تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتزامن مع انتشار حملات مكثفة لجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومحاربة المحتكرين والمستغلين من التجار، كانت لكاميرا على مسؤولية جولة بدأناها من داخل مقر الجهاز لننظر سويا كيفية التعامل مع المواطنين داخل مقر الجهاز. والله أنا جاي هنا هوت عشان جهاز حماية المستهلك يحل لي مشكلتي مع أحد المواقع اللي اشترينا من عليها، ولغاية النهاردة ما حصلش اي تواصل منهم، وعدى اكتر من 3-4 ايام. فانا جيت هنا والصراحة استقبلوني هنا دايما هنا من دام دي اول مش اول مره. انا جيت هنا اكتر من مره واستقبلوني كويس، والموظفه الصراحه قالت لي اكتب اللي انت عايز، ما تدخلتش هنا اكتب ايه بالظبط، لا بالعكس اديتني الورقه واكتب واكتب كل اللي انا عايزه. انا جيت قابلت ناس استقبلوني هنا مقابله كويسه جدا، فقدمت الشكوى بتاعتي، فقالوا لي في خلال 48 ساعه ان شاء الله يكون الموضوع محلول باذن الله ما على خير. احنا نازلين عشان ننفذ القانون، احنا نازلين عشان نحمي المستهلك، وفي نفس الوقت ما هم الاطراف اللي انت بتتعامل معاهم كجهاز حماية مستهلك التاجر والمستهلك. التاجر لو عنده خطأ فبناخد اجراء طبقا للقانون واللائحة بتاعتنا، المستهلك لو له حق فبياخده طبقا للقواعد والقانون برضك. مش محتاجين من حضراتكم الانفعال وانت داخل اي مكان، انت مبتسم، انت هادي، بتتصرف بهدوء. اتمنى يعني ان يبقى النتيجه ايجابيه. احنا بنتكلم في انه يعني هيبقى ايه؟ هيبقى انت هو الراجل مش معلق اسعار، هو الراجل اللي هي القواعد اللي نص عليها قانون حماية المستهلك. بعد اجتماع عقده رئيس جهاز حماية المستهلك مع مأموري الضبط القضائي للحملات التابعة لإدارة مراقبة الأسواق بمقر الجهاز، انطلقت كاميرا على مسؤوليتي لترافق إحدى المأموريات أثناء الحملات المكثفة التي يشنها الجهاز لضبط الأسواق ومراقبة تواريخ انتهاء الصلاحية وتحرير محاضر للمخالفين. وخلال الحملة قام الفريق بتوزيع منشورات تشرح للمواطنين كيفية التواصل مع الجهاز حال تعرضهم لاستغلال من قبل التجار. النهارده كانت في حماية المستهلك كانت معديه في الشارع عندنا وادونا بوساطر عشان لو في حد غلى الحاجه نتصل بيه. في بلد بقى هنا اسمها الحرانيه ما حدش يعرف عنها حاجه، البلد دي ارياف، كيلو السكر ب 60 جنيه وعلبه السجاير ب 90 جنيه وحاجات غريبه كده بتحصل في الحرانيه دي. اول ما كده هروح لعندي في المنطقه عندي وهفرق منه شويه، اصوره وافرق منه شويه، واي حد هيغلي الحاجه نتصل بالرقم ده. الحمله مفيده فعلا، والاسعار هنا في المنطقه كانت في يعني تجار بيغلوا الاسعار فعلا، واحنا مبسوطين جدا ان في حمله زي دي نزلت هنا عشان يعني تلغي جشع التجار ده وان هم يزودوا الاسعار على الناس اللي بتشتري وكده. والله الاسعار في المعتاد يعني المنتجات بتتباع اغلى ب 5 جنيه 3 جنيه، فمبسوطين في حاجات لحمايه المستهلك بتيجي وبتشوف ان الاوضاع في المنطقه عامله ازاي وبيراقبوا الاسعار وكده، فدي حاجه حلوه يعني البلد عاملاها. تسعى الحكومه المصريه من خلال الوزارات والاجهزه الرقابيه المعنيه من شن حملات مكثفه خلال الفترات القادمه لضبط اسعار السلع داخل الاسواق لصالح المستهلكين، ويهيب جهاز حمايه المستهلك بالساده المواطنين بسرعه الابلاغ عن اي عمليات تجاريه غير منضبطه لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.